السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ظهوره السابق في ألعاب مورتال كومبات فيز دي سي يونيفيرس والجزئين الأول والثاني من سلسلة انجستس، عاد استديو نذر ريلم لإضافة الشخصية الفكاهية الجوكر في لعبة مورتال كومبات 11 في أفضل ظهور لهذه الشخصية المحبوبة. شخصية الجوكر هي أحدث شخصيات الدي ال سي الأول للعبة، واللي ضمت شخصيات شانك تسونغ ونايت وولف وترمينيتر وسندل بالإضافة إلى سباون. الشخصية راح تتوفر للجميع بتاريخ 4 فبراير 2020. رأيي الشخصي في تواجد الجوكر في سلسلة مورتال كومبات هي إضافة رائعة ومتميزة، وبالتأكيد شدد الكثير من الناس علشان يشوفون مختلف التريلرات والجيم بلاي الخاص بالشخصية. بالتأكيد أنا أنصح اللاعبين بتجربة الشخصية الجديدة والاستمتاع بها وبلعبة مورتال كومبات 11. Fatality. The Joker wins.